لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. لبنى انا راه باقي نكرفس. سي جواد كيف بقيتي شويه لاباس؟ لا لاباس ما شويه ما والو، انا راه مريض باغي سعيد تقول لي البرا. علاش ما جاش في المريضه؟ مريضه اسعد دابا ساعه ونص وانا بارك هنا، انا راه شفتك من خرجتي في الاول ودابا رجعتي هو باقي كاع ما جا. دابا انت جالس هنا حبي غير اللي داخل وخارج، ايوا دخل تسكى صمت العظام كيجيب الله الشفاء. وراه ما نصعيبش، وراه خاص سعيد يجي يدق لي البرا. شوف بقات عينو هنايا هو ما تيتعطلش من الخدمه للدار من الدار للخدمه شويه ويبان. اه شوفي ياك بعدك ما مسافرش. لا راه كاين هنايا اجي ياك ما نهبط لك شي كاس الماء ولا شي حاجه تاكلها. ومنين منين راه الماء ما كيبغيش يدوز ليا، حيت دابا انا دابا كيشد الحلاقم كياثرهم على القلب، ومن القلب كيديروا الروماتيزم كيوليو مصارم شي شويه حرضين مركبي. نعم ما تشكيش عليا خويا شكوى على الله. الله بقات ما دابا يبان. الله لبنى على جا قولي عيطت كي تقول لي انا كنتسنى فيه. السيف سير فرملي. واش هادي حال السيف فرملي؟ شوف لي كم مسخه هكا وهاديك الطوموبيله مقشقلة، انا راه خصك تقول لي السير الميكانيسيان. علينا شي سي سعيد راه عاوتاني ناضوليه. اش ناض ليك؟ والله الحلاقم وقال لي التمر كيأثروا على القلب وكيديروا الروماتيزم في المعده ودابا الكبد كي هاك تقول لي البره. واش ندق عليك بهاد الحاله؟ خليني نمشي نطرف ونبدل حوايجي ونجي ندق عليك. يا كيقول لك يدير الفلاح نقيه هاكا قدي قدي دق لي البره. تحمل المسؤوليه؟ نتحمل المسؤوليه. يلا. حتى انا مريض داكشي علاش ما بغيتش نصبر. لكن غادي خصها القطن. نعم القطن. القطن اي اي ها هو ها هو ها هو عندك ها هو ها هو عندي موجود. مول مريض انا مريض. دابا تولي لاباس. الله الله صافي ماشي. انا مريض ما بغيتش نصبر مريض. يلا هذا تبت 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 اتعب لي انا. راه 500 درهم يلا. شحال قلت لي؟ 500 درهم. تا 500 درهم دابا تجرتي لي شنو؟ بغيت تكريسيني ها؟ بلا في لحمي وبلا في جيبي، مع الشيطان السي سعد حنا جيران. انا تنضحك معك، انا تقولها لك في سبيل الله. اي في سبيل الله حيت انا مريض. إذا خصك شي حاجة أخرى جي تقعد عليها في الدار. بارك الله فيك. وارتاح. بارك الله فيك. ريح ريح وتبت مع راسك. أييه. تيمشي الدم ويجي عاد تنوض تحرك وتمشي للدار. أنا نمشيش دابا زعما. لا لا قعد راه حارة. تيمشي ويجي ويجي. أي حارة. يلا ريح. حارة حارة سي 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 سعيد. سعيد
السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك على هاد الحال ياك لاباس؟ ايوا هادشي لا طلع حتى من بعد ونعاود لك. عاود لي دابا ياك لاباس. ايوا كان شي ما يتكل بعدا راه فيا الجوع. كاين حبيبي كلشي ديالك. يلا رانا ناكل بعدا. يلا واخا سير دوش وانا جايه عندك. Yeah. ما تنعس حتى تقول لي شنو وقع. ما نعس حتى نعاود لك شنو وقع. ودير حناني لبنى وتنزع ليا في الحاني وغتلقى هاني حيت عرفتني وراني سالبة سالبة لبنى نعم فين هو حبيبتي السيدة اللي قلت لك جيبي ليا من عند لالة خديجة ديال الأعشاب ويلي يا جميلة وليتي كتنساي ياك غير جبتو عطيتو ليك يا أختي شاد الباطل واش تبغى تحمقيني ولا مالك مالي أنا في الزهايمر ما عطيتيني حتى السيدة ويلي 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 اسمحي لي والله حتى نسيت شتي قبيله ملي كنت نجمع الساديات راه درت وسط منهم سير سير دابا تلقاه شتي شوفي اختي عاد شي تقلبي لي عليه حيت هذاك سادي مهم فيه وصفه ديال الاعشاب ديال الشعر ما خصنيش نضيع ايوا العشاء ما تخليناش حنا في العشاء لهلي عشينا قلبي لي على السيد سيت قدام ولا وصفي بلا دفيع بلا فشوش انا بلا راه غير الحمله وزاد كيردوا الشعر مصبصب حتى انت هي غتفهمي اكثر مني صافي بلا دفيع شوفي برك عليا ما نقوت الهضره وريني غير السيدي فين كان وخرجي هاد السوق يلا 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 يا اختي ما كتزكايش هور ما عرفت فين درتو هنايا ناتي شكون هادي ديال هادي ديال السابع باقيه فين هي هاي 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 شكرا الله يحفظك صافي ها ردي البال مع المقادير لا يمشي يطيح لك الشعر انا نمشي نكمل العشاء اختي كوني هاني اسي يلا يلا ها نسنا الله تبييض البشرة فتح الشهية تطويل الشعر حبش بقى إزالة الكرش إزالة الكرش حبيب ديالي لقيت لك وصفة باش تحيد الكرش ياك انتي واخده لي على قبل الكرش هي اللي كتعجبك فيا ناخذو قال لك كرومبا ياك نجلفها ونديرها في الكسكاس خليها تيطلع عليها الفار طرخها شويه مزيان وحطها لك على كرشك وندور عليك الميكا تبات فيها تتعرق مزيان حيت قال لك كتمص داكشي في الليل نعاودها لك 10 ايام بحال الا ما كانش عندك الكرش هادي اش غادي ديري غنشري واحد الكسكسو ديال الكسكسو وفوري واحد الكسره ديال الكسكسو على هذاك الكرم وعيط على باباك عباس وخالتك مليكه وصوب لهم شي كسريات كل معتبره انت ما بتعرف انه اوامري وقوانيني هي اللي بتمشي لك الارض بتدوس عليها اه عرفتي بخير نزيدك زيدني عشقا زيديني لا عقل بغيت نمشي نجيب شي دويره ديري معاك حبيبي انا مزوقه عفوا لا بغيت نجيب دويره في التلفزيون شوف القنوات نشوف على الله شوف برنامج زوين عرف 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 ديك لاباري سعيد وضحت السراره والحشومة عليك كيفاش حقك غمض عينيك ياك تفرجتي في الماتش ديال الريال والبارسا ايوا صافي خلينا حنا نتفرجوا في المسلسل ديالنا واه عرفوا السي ابراهيم فين وصل السي ابراهيم انا حتى السي ابراهيم ولا هذيك في التلفزيون ويلي مالو هذا الاشهر ديال البوطه التلفازه ما صابت دار دوز حتى السي ابراهيم التلفازه حتى دار مسلسل تركي مقيم بالملاير سميتو حريم السلطان السلطان؟ اه يا الدوله سميت ولدي سلطان ولكن ولدي زوين عليهم واخا هذاك الشيء شنو؟ غير عوينات با غير عوينات مو يما غير رويح مو واش بغيتي؟ ايوا مالو حبيبي انا مزوقه في الدس الجميل شوف الزوال كذا سالت الجميل ها طول الفكره اويلا نعم قلبي محروق عليك انا جاي انا جاي حبيبي اسمعي اش غتقول ليها وعقلي عقلي انا مزوقه انا ما تخافيش انا اجي ضليت هيك بكره بتمنى انا مو ناقصه انت ما دخلك شو ما بتفهمي يا ربي دخيلك ويلي لبنى فين صبحتي واحد رد عاد الحليب اللي يزيد انا مزوقه يا اختي يا اختي يا اختي هاد السي ابراهيم والله يخصك يا اختي محمود الزهر شوف الدرهم راه غير بالعيالات والخايبه فيهم هي مرتها شتي الخانه خيال الحلال شتي بلاتي كتخاف هادشي راه غتمثيل ويلي غتمثيل شوف الغدر اللي داير في هاد الدار قال لك تمثيل ما عندي علم يا لبنى كنحس بك انت يا غنيه الله وخبز ربي يطبقكم سير سير صوب الحليب ليا زيت انا مزوقه ما يخصك تخربقوا لنا الاحاسيس بقينا تنعرفوا في الواقع على الخيال سير 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 يا الهبيله سيري يا باشا انت اقرب واحد شن العافيه فين
ويلي ويلي جينا نردو المجاج تصدقنا حاطين الطفيه في الحليب ويلي 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 ريحته عطات شنو ندير دابا قلت بيجي وخبرك بلكي حضرتك بتشوفه وبتقدر تساعده ايه بشوفه مو مشكله شكرا اختي الحليب ساله ما يمكنش ساله انا خليت في قياس الرضاعه الغدا الصباح مال اختي انا شربت به مالي شربتو فين هذا خليني نمشي نفيق صحي يجيب الحليب لي يا زين لا ما تمشيش تقولي لي انا غنمشي نقولها ليه حرام عليك اختي علاش تفوت التلفازه عشان نجي نتفرج انا وياك مالكي ويلي ياك اختي كنعاود لك ملي كتجي لا كتشعلي اختي على نخلي في سنعس سعيد حبيبه سعيد سعيد لا لا صابو في منظاري وداها الديباناج بسم الله عليك سعيد عملتي ولا مالك كاين شي ديباناج كيتيطنوا بلاد مولاها من قدام باب دارو ايه المرا اللي حدانا داو لها الطوموبيل ديالها وفي منظارها وفيها التريكه مشات تحماق المرا مسكينه ونوض حبيبي ديباني ولدك ولدي سلطان مالو تقاد عليه الحليب يلا طلق راسك جيبوا لي ولدي سلطان اش عندي 5 لتر ولا 6 لتر انا بغا حبيبي احكيك واحد يلا سربي راسك طلق راسك اجي فين غادي غادي لباريز نتفجج ياك قلتي لي سير جيب حليب لولدنا يزيد واش غتخرج بحال هكا يشوفوك الجيران شنو غايقولوا مجريه على رجله في 12 الليل لا لا اختك على زعما انا داك كبوطري سير لي اختك دابا الكبوط ما شاف حتى حد ها والفورماسيون قريب يلا سير هادشي هادشي نسيت ما تعطلش عافاك بغيتي نونسك ياك هذا فيها سبه الحين تنعرف تيجيك شي ناس صغير سكتي دوي غير شويه الاخرى ولدنا كيصرف فقط حطهم على الباب صافي صافي يعني رجاء امري يا رحمه اجي اش كاين حبيبي هاد الحليب انت غيعطيه لك فابور اه اختك عندك الحق سكي معايا شويه يا سعيد سكي معايا الله يعطيك الستر اش بسطام كخاوي ما خدامش انت 25 شد سير لي اختك عليا حبيبي يلا حبيبي يلا سلام شكرا بيزو شنيا بيزو صافي فتحتي هنا ياك عرفتيها عرفتها غتفضحنا عرفتها يوم أرضي لهم الهناية كأيكي ما لا 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 مضجع شكور لنا ولا بنادم يقول لنا ولا جننا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وما شغليش لا حول ولا قوة إلا بالله دخل 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 ياك لاباس شي ياك ما طاحت لك شي حاجة لا انا اللي طحت عرفتي بس ما ياك ما تقصحتي شتي اللي ساكن معاكم في هاد العماره ماشي غير خصو يتقصح خصو يتهرس ويتزبدع وطرى له شي مصيبه واش نتوما دخلت عليكم والله ما تحشموش الناس ناعسين وانتوما مديرانجينهم واش مازال ما بغات تدخلكم هاد الثقافه ديال العماره راه الناس راه خصهم ينعسوا يرتاحوا واش انت جاي محيح صاحبي انا ما محيح على حد أهير من اللي كان جيوك القدر عمري بالبشر كان كرسخ في المرقي تصاب صافي تتكرش خطة ديران جي الناس لا سير سير لا عفو إنه عليك سير لا عفو أش قلتي لي أدرك لا درك لا لا درك لا درك هل رأى الحب سكارا سكارا
لاباس، اش اللي مخرجك في هذا المسلسل كاين؟ اخويا خرج نقلب على شي كيشي ديال شي بنكة، بغيت نتيري منه شي فليسات، عاد نقلب على الفرماسيان دو كارد. هانية، هكاك مع الرجال، بوك الرجولة من الطفولة يجيك فين ما بغيتي. سلا لا اختك الله يرحمه يدين. ولكن فين جات هذه البنكة راه ولاو كثار؟ هو أي كيشي لقيتي ديال شي بنكة قريبة، راه نتيري منه الفلوس. ولكن إما تكون هذه البنكة بعيدة على السيكتور، تشتي الطاكسي ماشي الجري ديال الخواجري. أها، هي مالكش البيرمي داكشي ديال الكونفيونس. وما هزت تا ورقة. غير بيتي فيا وقلت نوصلك. هاكاك الرجولة منذ الطفولة. أنا دير لها هاد اللويزة وقول بسم الله. هاديك حنا رجال وكل مرة لويزة لويزة. ونستعمل مزيان نشاركو الطعام. كان هاك تعطيني كمجة وديها للسوق باش ما ديرش الكسيدة. لا هاد اللوز راه معمر بالشوكولات ومع خوك ما عندوش الفم. كان من الشوكولات وكان عندك اللوز. تفو تفو. نزل بحالك، عود عليها بحالك، نزل تحرك، نزل نزل بحالك. ولقيتي شي البنكة؟ لقيتي شي؟ والله في هذا الطاكسي ديالي حتى ندوز عليك به، نزل عليها بحالك. الرجولة والطفولة. تفو. والله عمو ما سخيت بك. لا عزيزتي. غير زدتو معنا هاد الليلة حتى الغدا وسيرو باتو عند جميلة. ما شاء الله غادي باتو عند جميلة باش نتغداو معاها غدا. ها عاودت نجيها نتكبرت نجيها ويلي حسبت عليك عمي هادي ما تكون مسيها تنجا كي تقول لي نصوبها ليك هو الكفر بالله هادي ثلاث ايام ولا عندك تتفهم راسك وديرها على غير هي بوحدها وقال لك اسيدي ودينا شي شيوه في الكوتي القضيه دابا فيها الكوتي ولا نبقاو على خاطركم ولكن ان شاء الله راه الويكاند الجاي حنا معاكم السمانه الجايه لا حنا اللي غنجيو نتغداو معاكم مرحبا مرحبا عمي اش مرحبا الاسبوع الجاي ان شاء الله مي عندنا كابيله المفاجاه غادي تشوفوا عندنا الكابيله غادي تاكلوا العود الطري غادي نساليكم في الباطو وغادي تشوفوا المفاجاه اللي هي فيلا شرينا فيلا ايوا ولكن ماشي شي فيلا غير شوي كيكه عزيزي بالصحه والراحه ولكن هذا الويكاند عمي ما نقدرش عندي بزاف ديال الخدمه ولكن كنوعدكم الكونجي الجاي انا معاكم حتى انا عمي والله ما كرهت ولكن عندي الخدمه بزاف هاد السيمانه شوف شوف واش كاين زمن الدريه كوريكت الخدمه عنده هي الاولى تبارك الله عليك راك عاجبني دونك يلا يلا ولا تشوف دابا راه تعطلنا على الدريه يلا تبارك الله عليكم الله يرضي عليك الله يوصلكم على خير يا ماما بسلامه بنتنا التليفون ان شاء الله ماما دابا نعيط لك الله يوصلكم على خير سلموا على جميله بزاف ها يا سيدي يا ربي نجوم في السماء ما عرفت امتى غادي تضوي لي نجمتي لبنى نعم لبنى نعم اختي ملي فين كتمشي اختي حشومه عليك لبنى ما غسلتي الماء ما خليتيني نغسلهم شدي الريحه اختي رتبي الاسئله باش نعرف نجاوبك جواب بجواب نسيك ما غسلتي الماء ما خليتيني انا قبل لي بنت الحرام كتكمي لا كيفاش ليها قبل لي والله ما كنكمي هذا الشيء هذا راه طاح خايب الفوق طاح من الفوق طاح شاعل وقفاتو لا ماشي انا هاد راه دوك الدراري الصغار كتبلاو بكري قال لي بنت الحرام كتكمي قدام ليا زيد على هاد القبال لا والله ما كنكمي قدام وكنكمي من قدام كبار لا تكميش يا كلو بنا ياك عمرني ما نهزرتك يا كلو بنا عمرني ما خسرتك خاطرك اليوم غادي نوريك زيد قدام تبعيني جميله انا بعدا درني اثم انت يا خويا سير والو انت هاد القشره ما عطانيش انت قلت شي بنكه اخرى ايه الله يجازيك بخير الله يرحمه يا شنو تاني متاكد ما تيريش الفلوس ايه ديك المعلم واش انا خارج باش يضربني البرد انا بغيت نتيريش الفلوس باش نمشي نشوف شي فرماسيان نشري حليب وندي لولدي ويلي هادي مبطاطي هادي مبطاطي ما تقولوش متفقين عليا
اش اسي محمد اسي محمد الله يحمي الوالدين عطيني رزقي خلصني بعدا في ربعه الكورسات هي الاولى اللي نهضروا شوف لقيتي الجاي هنا نجبد البركه انت الاول الا ما تيريتيش لما نقول انا حماري مشى واش نبات الليل كله تندور بك الحماق عطيني رزقي يا صاحبي الله يرحم الوالدين واش صحابك دابا انا خارج باش ندور في الليل زعما انا مسالي ما عندي ما يدار انا كل ما ولدي يدر الجوع بالحليب والله لا خرجت بالله اخي راه على قبل هذا الصد والله ما طلع فيها بالله شحال فيكم ديال الشقير طلع طلع شوف انا راه فهمني إذا كان شي مالقدي ولا شي حاجة عندك كيف الأخر نسلطو شي طاب وشي ما طاب لا الحمد لله كل شي غادي يطيب الناس راجعين بالراحة شكرا على أختك فين المعلم؟ واه من الخدمه للدار ومن الدار للسبيطار ومن السبيطار للخدمه للدار السبيطار هذا؟ لا انا ما سبيطارش انا في الملي فهمتي وعندي ولدي خصو الحليب وانا نخرج من الدار وجيت باش نقلب الفرماسيان وشريت واحد شويه الفلوس باش نشري الحليب فين هما الفلوس؟ هما الفلوس اطلق 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 واش بغيتي الحليب؟ اه بغيت الحليب. ايوا صافي حنا غنديوك لواحد الفرماسيان تخصص حليب. ولا لا عطيني فلوس نمشي انا ناخذ تاكسي ونمشي ندي الحليب راسي. واش غتاخذ تاكسي وحنا عندنا الطوموبيل؟ ما تخافش اصاحبي غنديوك الفرماسيان تاخذ الحليب. سبحان الله العظيم ان بعض الظن اثم. علاش؟ شفتك ما مركوم هكا في الاول نتصحابوا شي شفاره ولا شي قطه تاهي. ولكن انتم ولاد الناس. واش بغيتي الحليب لولدك؟ اه يلا معاه. اه الله يعطيكم الخير. غنشوف ديك لاكارت؟ آه. لبنى لبنى نعم سيدي خلاص ولي اختي جميله مالكي شنو واقع شنو لا والو نسيت نسيت سيري تنفكر ونعيط لك سيري ولي نسيتي اجي 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 ولي شنو هنا شنو لا لا صافي صافي تنفكر ونعيط لك تنفكر ونعيط لك نسيت انا نسيت واش تقدي فيا وتجيبي ما كنتي كتعوجي عليا بحال هكا ياك لاباس اش كاين تعوج ويلي وكاع تعوجت راك جميله اختي وحبيبتي وبنت بلادي انا نتعوج وانتي قاديني وبيدك سرحيني اولا لبنى سيري حبيبتي بدي صعب اخرى نتفكر علاش بغيتك ونعيط لك شتي هاد العلامات اللي فيك علامه الزهايمر بحال اللي طاح من الزهور مسكينه علاش تحال تقول لي الو الو قطع عليا الله فاش خويا سعيد الله بدي شارجا ندوز للبوليس الصلاه يلا على سلامتكم زين شوف سير غير انت وجيب لي الحليب ديال ولدي قول لهم عام ونص حيت ولدي سلطان عنده عام وست شهور ارضك الشابو ياك قديناك صوبنا لك الحاله زيد لي هاد الشابو هذا ونزل قول له هاد الهضره انت نيت حاجه واحده داك السيد اللي واقف لهنا وما تهضر معاه ما تتكلم خليني انا اللي نتكلم اجي نقول لك واش هذاك هو مول الفرماسيان مول الفرماسيان كاين لتحت نزل 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 ايه فين بالسلامة اهلا خي التومي يا خير كي داير والله حتى توحشتك البارح كنتي هنايا كنا حنا البارح هنا
صاحبي حنا كليان وتنجو ديما وتنجبو الكليان. سيدي يلا حطاتو الطياره يلا جا. منين بلاد جا؟ منين بلاد هو؟ لاقيتش اخويا نسيت. والحليب؟ خلينا دابا ندخلو. والله العظيم وانت شي حاجه ما هياش تنوريك الطياره ديال بصح. يلا ادخل. ودابا كيفاش دخلك التومي قال لك منين بلادي؟ قلتي ما عرفتش. انا راه من المغرب اصاحبي. وراه عرفتك من المغرب وحنا تنكبروا بيك. جيتي يلا جيتي من الطياره. زيد تفضل. النشاط اصاحبي واش هذا فرماسيان؟ راه هذا عيد ميلاد مول الفرماسيان. لا نباركو ليه نتو نديو الحليب. عرفتي الا باركتي له راه يعطيك الحليب فابور. اش نجي نباركو ليه علاش لا؟ قولي واش هاد الناس كلهم جايين يتسناو الدواء؟ انت شدك لشي دواء؟ واش باغي الحليب؟ وها الحليب تمتع ليا مع راسك. لويزا رحمة من عند سيدي ربي نعس بحال شي ملائكة. غتفهمي أكثر مني أنا في الأعشاب. كون بغيتي نجيب لك شي كويس باش تبردي أعصابك. ديالاش؟ لويزا. لا 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 ولا راه هو اللي دار فيا الأعصاب. أنا هو اللي غادي يفقصني. ويلي هادي راه ماشي دقة الفرماسيين. شي حاجة واقعة لي ما تقوليش ليا. ويش هادو ما يوقع ليه؟ عم الله فين عطاها؟ ما فقصني أنا وما غدتني يطفى عليا التليفون وما عدتي شارجا ليه ولا خونوه ليه ولا ما عرفت شنو كاع. ويلي علاه يخونوه ليه؟ وراه يخون قبيلة وتجي قليلة. وزيد هذاك التليفون اللي شريتي ليه راه اخر ما كاين في السوق كيشد لاشارج 4 ايام. نجيب ليه شي كويس. ديالاش؟ ديال الماء. سيدنا مرحبا. شنو نجيب لكم؟ شنو بغيتي؟ الحليب. شنو بغيتي تشرب؟ الحليب سخون باللويزة. اصاحبي راه هذا عيد ميلاد مول الفرماسيان ما كاين غير قاسح. القاسح؟ ايه تانا جيبوا لي القاسح. بغيتي القاسح؟ جيب لينا في العادة وما تنساش لي كلاص. خويا عرفك جيب لي القزح وما تديش فيه السكر كثر لويزا. جيب كي العادة جيب كي العادة. اويلي على النعسو خاصنا غير نعس على عمي عباس. ياك ما كاين باس؟ لا لا والو باس. ولا الطرافات شنو سميتك؟ انا سميتي القاسح. سميتي السعيد. السعيد الفرملي. فهمتي انا خدام في كلينيك بن رشد وبن زهير. وانتم سماكم الله بجوج. ما عندك علاش تعرف؟ قلت القاسح. انا غنتكلم هي لويزا. جيبوا لك حتى لويزا. ماشي مال خليك غير جالس انت. حنا غنتهلاو فيك ونجيبوا لك الحليب والقاسح واللويزا والزعتر. تهلا فيك. شفتي داك الصوت اللي دخل معايا اللي عنده الشاب؟ مالك؟ اش خاصك؟ خاصنا اليوم ندورو عليه السم. جابك. شوف بنيتها جميلة الله يرضى عليك ما تخبي عليا والو. إلا كان راجلك في هاد الحالة هادي وانت قابلة عليها شغلك هذاك. ولكن إلا كانت أول مرة هادي خصنا نعرفوها باش نجيو لها حد. واخا أختي الحبيبة وا بابا العزيز
سعيد عمرو ما فات المغرب خارج دارو. خالتي شنو ترى؟ يا زيد تقاد عليه الحليب، قلت له سعيد سير جيب له الحليب، خرج باقي ما جاش. هذا الشيء كله اللي طرى. لا اختي جميله ما تكذبيش على باك وعلى مرت باك، راه طفى عليها التليفون. يقطع التليفون على بنتي انا بالمكجف الاخر، بنت سي عباس، عباس اللي هزات ويا الكبار، كيف تقولي بليكو دايز؟ هو يقطع عليه التليفون. مزيان تبارك الله ولا كاين السباب، هي السباب هي اللي ساتر عليه، مخليه هدايا وما كتقول والو. اشوفي حنا غادي تقولي لنا عافيني مشى، مشى نقلبوا عليه جماعه الحليب الدري، الدري خلطوا نصرلوا باللويزه. ما عرفهاش بابا، ما عرفتوش فين مشى، كون عرفتو فين مشى كون مشيت انا جبتو. وانتي قري تي هي قولي الا عرفتي فين كيقوليها. قري احسن لك. واش غادي نقول انا؟ الله اعلم، الله اعلم. عمي عباس قال لك مشي شري الحليب للسلطان، سد لي يزيد، خرج ما رجع. واش يدور؟ كلشي كيتقلب، تراسنا ما تعرفش شنو كيدور فيه. عمي عباس جي كاس ديالاش لويزا. نوضي 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 تهزي. الو الو امي، وصلتو؟ اي وصلنا بخير الحمد لله. ما بخير والو، لقينا الدنيا مقلوبه. لا لا لا، هذا راجل اختك، راجل اختك مشى يجي يشري الحليب للدري، ما بقى رجع، ما عرفناش من جاي حداتو. هيك ما وقعت ليه شي حاجه؟ غادي تشوفي مع السي خالد. خرجوا دابا دابا، خرجوا سيروا قلبوا عليه. دابا هو راه ناعس، ولكن انا غنفيقو ونمشيو نقلبوا عليه. قلبوا عليه في السبيطارات هي الاولى. ايه وما غادي تكلفوا به في السبيطارات، وحنا غنمشيو للكوميساريات. وحنا ميعادنا هنا عند اختك، تجي لهنايا الله يرضي عليك. هو هذاك بيان. حشومة عليك، شرب عندها هي وانا لا. اسي الفرملي ديالنا يا حميرة. انا ماشي فرملي، انا ماجور سعيد، ولكن انا نشرب وراي بابا باش ندير لك خاطر. انا ماجور، انا يلا ماجور. شفتو ماجور عندو فصالة ديال ماجور. زيدك هذا شرب من عنده ولا ما شربش من عندي؟ هاي بابا ندير لك خاطر. هاي زيدك. يا خالد حبيبي، ماك دابا كدير من الحبة قبة، ماك عزيز عليك النقير. ونقيرة سعاد، واش على بهاد البلاصة في دوزو حنا مجوجين؟ ما كاينش نهار ولا السيمانة اللي ما وقعت شي مشكلة في هاد العائلة. واش كلنا راه خاصنا نمشيو نقلبوا على شي حد؟ كلنا راه خاصنا نمشيو نصلحوا شي حد وبزاف؟ وفي عوض ما تكونسونطرو على المشكل ديال الدري اللي ما قادريش نديرو، احنا مقابل العائلة ديالك. هاد الهضرة راه ماشي وقيتها، وداك الشيء راه ديال الله. عندك الحق، كلشي ديال الله. في عوض ما نكون دابا انا مرتاح مع راسي باش نتعس ونفيق موقد الخدمه انت مفيقاني فهاد البساطات اللي نمشي كنقلب. دابا انت كدير بحال انت بوحدك اللي خدام في الدنيا، ما تنساش اختيتي، راه حتى انا خدامه. قلت لنا الخدمه، شكون اللي بزز عليك انا لا؟ شكون اللي بزز عليك؟ ناقصك شي حاجه؟ اها راه النهار الاول فاش تزوجتي بيا راه لقيتيني خدامه. حنا جالسين ما بينا ما علينا، هزتي التليفون وعيطتي وي ماما كيفاش فينكم فين وصلتوا بزاف هادشي. خالد خالد غير قول لي اشنو درت؟ راني عيطت لماما بغيت نسولها غير كيفاش وصلات. واش امك غادي تسويك؟ زوج تكسرات وغتوصل وخلص غتحبسي داك الدري تضحى على العائلة ديالك كلها وقتات. عرفتي ما يجيك مليح بدل حوايجك وجلس في الدار، انا غنمشي بوحدي. اه رومبو انت مع راسك، غتخرجي بوحدك في هذا الليل بحال ما عندك لا راجل ما عندك حتى شي حد. خالد واش دابا راجل تخسي من وداك النصاصات ديال الليل وحنا ما عرفناش فين كاين وبغيتيني نجلس في الدار ترونكيل ما نمشيش نقلب عليه؟ فرعتيني بعد اختك، راه ما تيجي اختك بعدا في الاصل، وهذاك راجل اختك هو السبب في هادشي كله. راه ما تنحملوش، ما عنديش معاه ما كيدوش ليا. ماشي انا بغيت غير نعرف هاد السعيد مالو؟ اش داير لك؟ داير لك الغلغاله ما كتصرتلكش من هنايا. مالو مسكين مالو؟ الله يعمر هذا ولد الناس. طريف الله يعمر هذا، انا اللي ولدت الحرام في هاد القنتانه ياك، انا اللي ولدت بعد شنو مع بابا يا كاع الاصل. انا هذاك رجل اختك اختي ما تنحملوش وما عنديش معاه وما دار لي والو، ولكن كنوعدك اليوم غادي دير شي عزا غيتفرقع قدام العالم وغتبان على حقيقته. بغيت نعطيك جوج دقائق، انا نزلت في الطوموبيل، يا اما غتخلط عليا يا اما غنمشي بوحدي.
سعاد 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 حسب ما في مغوت الليل هذا نزير غيفيقوا سعاد مرض شوية أنا ميت سنشف ونود نمشي نسطع ميت سنشف دقا حدا المستشفى الكبير ديال الشيخ زيد الكبير اللي حضر الرباط انت اكبر ميت سنشف ديال اكبر مستشفى ديال الشيخ بن زيد اكبر الرباط اكبر كازا ولكن نشرح لينا يسوي ميت سنشف هذا ماما كوني ذكيه واستغليها اليوم اللي لا تفهم يا انا واثق فيك كملوا تجهيزات ماما طال الاولى تخلصت ثاني راه ما كاينش فلوس ما ترفد الهم فرمني معانا انا على الشطيحه عطيني النمره ديال الكود كود باش تشري الفلوس اييه واخا يلا خذ النمر قول 06 61 20 حبيبي ماشي النمره ديال التليفون ديال الكيشي ديال الكيشي يلا خذ السبعة سبعة أخرى وسبعة وسبعة كتب الله عليا شايل لها سبعة جريجات ديروا أخوة شكرا مرس أنا ديلي قيوا نتفلا حنا عطيني القسم أنا ما نتفلاش لك تي عطي القسم عطيني القوت يقسموا بجي نكون باش تيري الفلوس أيه هاكواك يلا خيد سبعة ثمانية شب واحد شبتها فلور سبعة ثمانية تسعود واحد شوف اجي تهلاو ليا فيه جيب ليا معاك الحليب غنجيبو هذي عليه يلا اشطح مع راسك سيادنا ما عندكم علاش تخافوا غالبا هو ما غيكون مشى حتى شي بلاصه غادي يكون مشى عند شي صاحبو ولا شي حتى يعرفو المهم ها حنا رجال بيناتنا بحال اختارت بك كنبغيوش نجلس واحد عيا على ثلاثه ياك عليك الله يهديه لكن انت يا لاله قصحتي مع هذا لا 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 سيدي بالعمى انا راجلي عزيز عليا بزاف عمرني ما خسرت له خاطر اللي بغاها كيديرها على هذا الحساب واقيلا زاغ عليه الراس اش تقدر وصلنا انا راه نهار الاول ما حنا تو قبلتو حاج الله يهدي خلينا نفهموا الراجل واش بغى يقول قول لي سيدي دابا كنتي روحت نلقاوها سهله انتما دابا غتسجلوا البلاغ ديالكم سيدي ارتاحوا نعسوا مع راسكم حنا غنديروا خدمتنا هو ما عنده فين يمشي راه كبير يا قلتي لي خدام فاش خدام في الملي راجلي في الملي سيدي بالحق ما تيخدمش الليل حدودي الا سولتي عليه في الدرب غيقول لك الله يعمرها دار معقول داخل فوق راسو 6 7 كتلقاه في دار وبعض المرات والله سيدي كيكون عندنا شي مشكل بالليل تنقول له خرج قضي لينا الشغل قضي الغرض تيقول لي خليه حتى الصباح اللي طرا سيدي انه ولدنا ليا زيت قدر والحليب قلت له عافاك خرج جيب لي الحليب خرج ما بقاش جا فهمت ما يكون غير الخير ان شاء الله ما عندكمش شي تصويره
شنو هو جيب لي شنو هو لا ما جبناهاش ما كاينش دابا واخا عطيتيني الكود غلط هدي عليه شتي علاش عطيتيني الكود غلط سي با فري سي با فري كيفاش سي با فري وانا مشيت وما خرج لي والو برد اصاحبي باش انت عطيتيني الكود غلط ايه علاش فكرناش عطيتك عطيتيني السبعه والثمانيه والتسعود والواحد دزين قيل قول نعم زيد ثمانيه زيد وشراو عرفتي نلقى هذا الكود ما يعطيني والو ما تضربش داك الشيء اللي غندير لك ما غاديش نقولو انا عندي ولدي سلطان ما تضربش خويا ما نلقاش الفلوس صافي شوف اذا بغيتينا ما تيقشيناش نمشيو معاك كاع كلنا برجلينا ما تمشيش معايا راه الا عطيتك الكود غادي تمشي عليا كي خوتني ادخل سوق راسك اش دير انت في حياتك كاع انا اللي تندير كلش شوف ما تضربش حبا خويا شوف لي واش ممكن نصح مع البنات ديالك حتى تجي شطحوا معاه صافي كون هاني خير صافي شربوا ولكن بقى هنا شوف السلام عليكم اسيدي عفاك انا بغينا نسول على واحد السيد نشوف واش جابوه عندكم هنايا ولا لا السيد واش مغرب لا سيدي خرج من الدار ما باقي رجع سميتو سعيد اش هو الصراحه ما عرفناش كنيتو ولكن راه الا شفناه غنعرفوه قلبي معايا علاش اختك ما عرفت الكنيه ديالو راه بقوه الضربات اللي فيه ما محتاجاش نعرف كنيتو ولا الصراحه علاش سعيد دكتور علي وي الله يخليك هاد الناس جاوا كيسول على السيد اللي وقعت ليه الاكسيدون اللي جابوه ساعتين هذه المستعجلات السيد اللي دخل قبيله ايه ما عندي ما نخبي عليكم السيد راه مكرفس بزاف عنده الدق في الراس غير تنحبسو التنفس الاصطناعي توقف ليه القلب عبد الله جركم هاد السيد راه مات تبتي راسك يا لالا سعد شوف هذيك الطومبيله واقفه هذيك الوقفه حدا البنكه هذيك الطومبيله حدا اه ما هذيك الطومبيله هي الطومبيله مسروقه وقف شوفها كاين تحت كيفاش تي
زماد ما هذا ما فيه مرقش مرقيت لك نوصل والو الطوموبيل راه دوا البوليس تحرك كبر شريف واش شريف لاباع زيد شي حاجه بلا اللي جاوا الاخوه اللي جابوني نشوف معاهم الخطره راهم شبعوا مشاو يا قالوا الحلوه بلا بيا واش شريف فينا حلوه السي تخلصني ولا سير في حالك انا واجه عيد الميلاد يا مول الفرماسي مول الفرماسي شريف خلصني في هادشي اللي شربتو خلصك اجي هادشي اللي خرجت انا من البنكه باش نشري به الحليب لولدي سلطان اداو معاهم وداو معاهم لاكار بيجي الكود خير 8 وما عندي ما ندير بشي كود عطيني الفلوس احضر مرض راك تهضر مع هادي اللي قلتي لا سانتي متجول متجول دابا نوريك متجول سبحة لله ايه الله اكبر معلم بعد خينا تما راه ما بغاش يخلص شكون هذا راه هو راه قال لك ديليكي السلام عليكم وعليكم السلام الله يكثر خيرك بغيت تسبق لي هذه البنت هذه ما فيها باس بكم ولكن خصنا نوقفها مع الناس ماشي مشكل راه داروا لها الرونديفو بعيد بزاف وبغيت تكسر بها ليا ولكن شي قهوه انا موجود قهوه تخدرك بالله واش حشمتي ولا ما حشمتيش هذا كله كفا واش تبغى مازال بيعفو عليكم الله من هذه القهوه هذه دين السير سير والله العظيم كون ما جيتينيش قد الوالد وكبا من الشيب يطلعيت للبوليس على بشر كيف داير سمعتي هذا اش قال غادي يخلص أبوك بيكون السلطان سليمان من دورتي قلت له بني أختي سليمان معنى سامي تجاوبش قلت ما لي خانتي يا لطيف كيف بتتجرأ وتسألني هيك سؤال جاوبني لشوف ألو نعسة ولا لا أختي ما نعساش يا جميل أختي ما نعساش ما درح حبيبتي كان شي جديد ويلا للزغبيه ماشي الكاتو خانه انت علاش داويه ناري علاش كدوي غتصالح معاه اليوم شنو هذاك الكوليه هذاك اللي في الحجر الخضر سعيد سعيد بانو ناطر علاش نتوما عندكم تخبار علاش عم تقولي له كل شيء عم والله ردوا على خير ولي يزيد حبيبي لاباس عليك لا ونعس مولاتي ومشي كنت يحلم ببارج عليها هو اجا هو شاف دموعي تهلاي فيها اختي لبنى الله يعطيك الصبر بحال كاينه انا وين الكوليه هذه صغيره بحال كاينه انت مصطفى مع سلام سلام صافي هادشي اللي عجبك كنا في هذاك الخليقه ولا فيك انتيا عفاك يا خالد بركه عليا داكشي اللي فيا راه كافيني تخي دابا كنت حامله فين وصلوها فين وصلوا راه قلت لك هاد الهضره ديال الاولاد خليها من بعد عاد غنتفاهموا عليها وزيد دابا وريني راه باقي لنا واحد السبيطار اخر مازال ما قلبناش فيه شوفي غنمشي معاك لهذا وباقي تلقى خطوه واحده اخرى فهمتي وعندك تجي تخفي لها تما عاوتاني زيد دابا وصلنا بركه من نقير هادي واليت قديم عندك هادي بغيت تجي لي هذاك الهروب تاع الافلام اللي بغيت نعرف الهروب تاع الافلام نعرف القادوس قادوس؟ ايه يا بغيت تحفر في المعلقه كان بوندا المعلقه تهربوا منها من الحبس انا ما تفرجتش في ذاك الفيلم ديال تيتاني لا انا هادي شفتها في ابي فوق الشجره ابي شي زيد تباني قبل لا تجي لي شي فضيحه هنايا وتشوه هنا مع الكليان اش ديروا نتوما هنا هيا جاوا لهنا يلا زيد ازيد
علاش بينو بينك؟ وعلاش بينك حتى نجيبني؟ اختي ما تجيبهاش، عطيني بعدي ملي راجل نجيبك سكتي، عطيني بوتي مش فروك. يلا وزيدي وسكتي، زيدي وطمري وسكتي، انا غادي ندوي معاهم. يلا يا سكتي انتيا. وين بسلامة في هاد الليل؟ عاجي الشاف، كنا غير في واحد العرس وغادي للدار. ايه باين عليكم حالة العرس. نعم صات لك علينا واحد السكيري وكان بيكريسي انا واختي، ومن جيت ندافع عليا شرق عليا حوايجي ودا ليا الصاط. كون صحابنا كاع ما مشاو للعرس كاع اصلا. عندكم لاكارت؟ ايه الشاف كاين عندي لاكارت. يلا جبدي لاكارت. ولكن يلا ما تلقاهاش عند راه دا ليها الصاك وفيه لاكارت وفيه كلشي، فيه حتى التليفون الشاف. شكون هو الصفار هذا؟ شكون هو؟ فين هو؟ هو هذاك نعمة راه هو. يلا اجي وقفتها قف. هو هذاك اجل هنا. انا نوقف انا حاضر. نعم هو هذا نعمس. هو انا نعمس. انت كتعرفهم؟ مالو قالو كانوا معايا في الحفره. شنو الحفره؟ الحفره ديال الاستفاده من النشاط هواج. ياه لا نعمس كذاب كذاب. كنتو ما قلتو لي كنتو في العرس؟ اه شوف كنا في العرس. انا الشباب قالو كانوا في الحفره وبلي مالا كانوا تيكميو كمايات. يلا زيد زيد سير سير. يلا اجيت اجي فين غادي؟ اجي انا للدار. شنو هو؟ للدار حيت انا فرملي وخرجت من السبيطار ومرتي مشيت عندها قالت لي خصها الحليب ديال ولدي وخرجت نقلب على فرمانسيانو جيت ما قال لي اه انا صافي. يلا اجي نديوك تمشي تجيب الحليب وزيد. اه دينا مع والله يجزيكم بخير. الشرطة في خدمة الشعب والفرملي في خدمة الشرطة. يلا الله يهديك. يلا طلع 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 سيدي راه نديوك تجيب الحليب. انت زوين بالله انت زوين يا الشعب. ميرسي الفرماسيان زيد انت يا زيدي زيدي زيد اصاحبي زيد ماشي انا هكا تطلقوا زيد الزناقي يا خويا زيد 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 حق الله زيدي دابا نوريك زيد زيد سيدي زيد زيد سيدي زيد بركه من اللبسه على زيد الوطن دير الفوضى في هذه البلاد زيدو يلا 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 دخلي دخلي في الداخل جابوك حتى انت هنا طولتك هكا جبت لاكارت السوكال ديالك يلا جلسي كتبرش عليا عائشه مزيان بحال الحضر زينه ما طويله وجريده داكشي الفن زاوي سيري قلتي لها سكتنا خليها تقول شويه تاع الشمال سكت واحد شويه زاوي واحد رمز الشمال زاوي رمز حتى ما تمسل ديال زينه وي كاين موجود واخا هو الاول كنا في عصر الشمس والله العظيم ما كذبنا عليك حتى ما تنعرس. اياه اه جدينا مجرم حقيقي. نعم السي انا متاكد بلي هو اللي قاتل. جمعنا على الادله كلها. الادله نار يا اختي كاع ما باينه فيه وزيدهم كملها وجملها قال لهم فرملي. واش تي بحال هادو راهما اللي كيجروا الفضايح. واخا نعرس حنا غنوجدو للمحضر كنستناو غير الشهود يوصلوا. كلي وقتي ياك ما هذاك اللي هربت ليه من الكوزينه. لا 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 من هذوك الجوج اللي عطيتهم كارت كيجي عطيتهم الكود مقلو. واخا نعرس انا اختي غادي نوض نقول لهم الحقيقه اللي يمشي يقرا فينا حسيفه. جلس الارض راه مني قاتلو روح بقى يقدر يخرج من الحبس. يصقع ويلا هرب ليهم وانتقم منا. دابا عاد تهنيت فاش قلتنا. انا كون جاو عليا كون بحال هذا يحكموا عليه بالمؤبد. مؤبد؟ هذا خاصو الاعدام شنقا. اوي شهدوا لا اله الا الله. اعدام؟ اويلي يا ولدي سلطان مسكين بقى بلا حليب. دابا اش بغيتو؟ نبقاو مقصرين هنايا؟ ها؟ يلا تعرفوا قولوا اش كاين وطلقونا. دابا شوف انا غادي نقول لك الصراحة. الشي هذاك السيد غير حنا عليه الباطل. والله العظيم ما دار لينا شي حاجة الشاف. أنا راه تخاصمت مع خطيبي مراد
هو اللي خلى ضربوا يا انا وصاحبتي. حق الله راجل باش شاف خاطر بمراد هو اللي عطانا الحساب جوج. اش كتقولي انت؟ هادشي اللي كاين الشاب هادشي اللي كاين. سمعني مزيان غادي ندير لكم اكزامان دو سيتياسيون ومن بعد غنفكر اش غندير بكم. يلا نوض نوض يلا هادي نوض يلا سيدو كسولا يلا انا غنشوف الديفيزيون واش بغا وهاد خي هذا شوف معاه وهادوك دير لهم اكزامان دو سيتياسيون صافي اذا شي قد حشومة. ملي خرجت مشيت نشري حليب لولدي سلطان بلا حقي بخير وعلى خير عايش المالي مشكلة هادي انتي طلع عليك الشاف انا راه مشيت نجيب الحليب لولدي سلطان سلطان هذيك خصها كلها عرفنا اسمع اش غادي نقول لك اخر مرة غادي نبغي نشوف ولكن قبل ما تمشي اعطيني العنوان ديالك بعدا هو الاول دابا انا وراء بلا محامي طيب يلاه يلا بيا غير اسيدي قول العنوان ديالك واخا خير قيد زنقة الكلية عمارات سلمى كدير هذا ما تخافوش. السلام عليكم اسيدي اسمح لنا الله يعطيك الخير ما ديرش لنا قلة الصواب فيقناك في نصاصات الليل دار السي عمر هادي. شكون هذا السي عمر؟ السي عمر صاحب سي سعيد راجلي الفرملي صافي وفيقينا مع الصبوحي باش تسولي على عمر صاحب راجلك السعيد. هادشي الا جات على خاطرك اسيدي وما ديرش لنا قلة الصواب الله يخليك واسمحي لنا لالا حنا يلاه سكننا جداد يمكن هاد السي عمر كان ساكن قبل منا. سير ادخلي ماشي شغلك يلا يلا صافي 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 الله يخليك سير تنعس باش تفيق بكري لخدمتك حتى مخسرين فينا نعاسنا عاد سمح لينا. اها حنا ما نصبحوا ناخذ معكم العدم وانت طالع للسماء اش واقع؟ الله عليك فهم عادي صافي يا بابا صافي يا بابا سير 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 يا بابا حبيبي سير مالك اسيدي كتغوت حنا بقينا باب دارك غير بشويه وقلنا لك السلام عليكم من الفوق وانت كتغوت علينا ماناش دايرين اخويا اسمح لنا سيدي اسمح لنا شي بابا تنقول لك ما جبت الصداع مع الناس واش انا جبت الصداع على راسك يا عبدو اوكي عشرتي موتي ما وهي بتزيد يا يا انا لازم السلام عليكم وعليكم السلام صراحه الشباب الله يعطيك الصحه خونا الفتاه يا تجي السوايع الاضافيه هنا انجليزيا يونايتد ستيت اوف امريكا لا تنزيدوا الدقائق الاضافيه وما كاعشرين انت لا والله ايش بس مكة ايش يقول لي وين انت وزير الصحة؟ وزير الصحة هو جابك لعندي بسلامة؟ يدخل للدار قالت لي مدام بان هو ولدي فيه جعبة الحليب تقاد الحليب خرج نجيب الحليب وضروري من الحليب ضروري سهل على الحليب عيط على علي عشيرتي نعم جيبي هذاك الحليب واخا هادي شي بقرة سميتها عشيرتك يبغى تشوفها أرى ديك الحليب عشرت أنا يبقى طحي الحلي هذا حلا ديك الفيلم حيل حيل شو راح يلا وحده كويكا حلف أمك كويكا طاقة سيليزي الحليب تبلي كي جاك شغول حق شغول عاود عطيه البعد عطيه البعد حلف أمك حلف أمك حلف أمك حلف أمك أنا باش ندير لكم خير يلا يا طاقة سيليزي شرب شكون شكون يلا دوك 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 دوك
قلت لي تصاوب انا واحد حتى حنا وريناش كاين الحب وسمارا سيرينا سير حق على بال شعر ديما كنجي مع الطلا كون زير صغر شوية كنتي غاز كون ولدي أنا كنا مسكينة ما خلى لي بورت من ورد السعيد غادي يكون ديالي صفا ولدي هاك 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 هاوانو ويلي 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 حلي بهنا وانا ونوضع هاد القيامة كاملة ايه ما بيضرب كل جاي قالك بيخلي ضربويا فينا زي 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 انت زي 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 شو زي بان صافي حصلتي هذا هو اللي سهر معاه كل ليله صافي صافي برد برد قولي لي قولي لي باش يعرف ما تنعرفوش لقيت معاه يعرف الزنقه باش يحامي عليا منك علاقه بالحيط اللي ضربني صافي هاكاك الحبيبه يلا الحبيبه والله يعطيك العبوب والله حتى نخرج ليك قلبك وفادك ونكتب ديال ديالتك بشويه قولي لي قولي لي انا ما كنعرفوش راه تلاقيت معايا في الزنقه باش يحميني يحمي عليا منك غير تلاقيت معاه في الزنقه اش تلاقيتي معاه ما تخزنيش انت هي راجل ما ماشي تاقو باش تخزني هذه هي الهضره اللي بغيتي تقولي ما خلى الله باقي نزيد في الدار ما تقيزاش عندها الحق ما علاش بغيتي تقيزها ياك راجل ما سير دور فمها راه فمرتك اش بغيتي هي حشومه عليك عجبك فين نتوما تشوفوا شوفوا باش يشوفوا سير حقر على امها سير عطي لامها قتلها بنت رجلي سير والله الا عمرتو الوقت الوقت عمرت اخ والله سبيره يلا سير سير ولا غادي نعرف وحق الله العظيم سير دابا نعرف راه نضرب اشوا فيه حتى انتوما تديرو سبيرة صافي باز والله الا باز شوف قداش هاد السبيرة هذا وجرى على خمسة هنا وثمانية هنا وجرى على البنت لا ولا جبال سمحوا لنا النبات تفضلوا اللي بهالي جيب الحليب سير سير
خليه من الوليد يصلي. ويلي ولوش دار هذا؟ طلع عليه الدم ومشى الخدمة. اليوم نخرج هذا حتى نشوف شكون الحرة، أنا ولا هو؟ خويا كيفاش نعاونوك؟ الله يحفظك أخويا، شكرا. حتى السيد الساروت يعاونك وتلقنا نشوف حنا دغيا. واخا خويا الله يرحمه ويجزيه، شكرا. زير البولونات. غنمشيو فين؟ غنمشيو هادشي كله بسبب داك الصقع ديال رجل اختك. عاودتني هاد الكاسيطة ما بغاتش تقاضى، هذاك السعيد بعدا راه الله يعمرها دار، واللي حلات عليها اختي فما كيمشي كيجيبها ليها. يا لا سير تجيب جي بي، ما كيسمى تصدع راسك. سير تجيب جي بي ايه؟ انا اللي عطيناها غيكون عندي الاولاد، غادي نخرج ونجيب لهم الحليب ونمشي نتزهر لا فيهم ونجيب لهم اللي بغاو. خليك. حوليا خذوا راحتكم، عطيني غير السوارت نشوف لك الطوموبيل واش ديماري. شكرا. الله يرحم والديك. شكرا اخويا. فهمتيني وغنبقى كنهضر هاد الهضره حياتي كلها. بركه من هاد الهضره، شوف الناس اللي الله يعمرها دار. واش ديري بالك اللي عمرها دار راسك والخبايب فرستي كله. واش دابا انت اي واحد بغا يعاون العباد الله راه خايف. صافي تعطيها صحتي انت وعايش كلها كاع. بركه عليا من هاد النكير، هضريتي لي كامل وانت كتطوح. خويا عندك الطوموبيله نحيله. تردي ماري عندك. الله يحفظك اخويا شكرا. فهمتي كدرتي عليا فهاد الهضره كاملها. برافو عليك. يا حبيبي يا قرة عيني والدمع في عيني حتى الفراق. كوب 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 بلاتي كوب 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 ديال الفراق. واش حنا غنباتو هنا؟ كاش طولة ديال الفراق. شوف الله يرضي عليكم، راه ليكم بارس عباد الله ما كان وحلوش معاهم هاد وحلة اللي وحلت معاكم. واه ترونتربريز على الفراق. وانت ترخالي يا مولاي، ترخالي يا شوية، تلقى راسك وحضر المهم المهم شوية ديال الحيوية. يلا يلا وبلاش ديك الفراق الفراق صافي الفراق. هشام صبري ما عندي ما ندير. يلا كلاب يلا بيبي فازي فازي نونسر موتور والكلاب سيدي والكلاب اخويا والكلاب حتى انت كلاب. يا واحد على 13 30 مرة اكسيون. يا حبيبي يا قرة عيني والدمع في عيني حتى الفراق. واهلا هاد الممثلة. وين انت واهلا هاد الحماقة هيك وين؟ وجيجي انت يا حمدوية؟ لا لا انت تريا علوي. جيبوا لي هادوك لي زوار ديالكم دوكا داكشي اللي تديري في التلفزيون. كوبا مكتوب كوبا 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 سيدي هشام. عرفتي مرت بامي كان يشوف تلقاو جاف سارد بالماء كيدفل عليه كيتفرج. خليهم اصاحبي يصوروا. واعر اجا صاحبي اجا ممكنه. واعر هي واعر جايب لي هذا هشام. انا غادي نحطيك سكتور. أشكون أنت سي؟ طماس أنا المندوب ديال وزير الصحة وخرجت مشيت نجيب الحليب لولدي سلطان. سكتنا. لا سلام سالي. واش شدوا معاه الخاطر أخويا حتى نساليو هاد اللقطة هشام أولدي؟ أنا الوالد عندي موالي المنتية عيط عليها تعاود الناجين وكذا. لا غادي نعيط عليها تحزم ليها. ولا تغني. أسيدي سكتنا. اكسيون. قولي واش هادشي قريه ولا غير داخله؟ قريه دايره شويه لاباس. ها هي الطوموبيل مجوجه. ها اش انا ضارب عليها الكاغيط؟ واش سكت عليا مولاي خلينا نخدمو. اوي وليا عندها تغطيه صحيه. هو عنده هي من سوريا. سوريا ممثلة واعرة. انت مخرج واعر من جبتي ممثلة من سوريا؟ وماشي هي من سوريا، هي مغربية من سوريا زعما عندها لاسيرونس. اهضر معنا بالعربية صاحبي. ايوا سكتنا سكتنا خويا. اكسيون. الى الفراق. اشتا ما قالتش يا قرة عين. ها؟ يا عيني. اه اه ملاحظة معقولة هذه. ما قالتش يا قرة عيني يا هشام. ما قالت اخويا يا قرة عيني. انت اللي جالس هنا يا سكدير. قولي قولي يا قرة عيني. شوفي قولي لي يا قرة عيني. وانت
ملي تسالي هي يا قرة عيني كاع الحوار ديالها خليها حتى تسالي. انت اش غدير؟ انا غادي انكاس انكاس هادشي. اجي اجي مزيان انا وزيد. خذ هادشي ديال الثلجه. اكسيون هادي انا حماق عليها كتعجبني هادي. اكسيون انا لجان اموت انا لجان اموت انا تنجي ما نقضي ومرحبا اجي اجي جابك الله في الوقت مرحبا نقعد ياك قعد هاك ديال لك شنو ترى تشاركوا الطعام نشاركوا الدخان تشاركوا الدخان واخا زيد لك شنطارات جدا هذا باش نسافروا نسافروا شدوا بلي منيه شدوا بلي منيه واخا واخا باش نديماري باش تيماري هذا نديماري ملي تنخرج من الحفره نديماري غزال عندك هاد المكانه باينه غاليه 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 جاب عليها نسيبي نسيبي با المرضي جاب عليها ملي كنا بينا نتزوجوا جاب من فرنسا من درب غلب زوينة بالصحة وراحة وهذا الخاتم بلاكيو الخاتم ديال الدار شريتو في المناسبة ديال الخطوبة ديال مرتي جميلة عند مرتي جميلة هي اللي ولد معنا سلطان ولدي هو بالعقل كان سميتو لي زيد ولكن انا نسميه سلطان هو خرج دابا نشري الحليب وخا نقيسو لا كاين مزيان مزيان بزاف قيسي انا عندي من هاد الجي او كوكوك تا انا قيسي انا وزير انا تاع مقا ايوا نطر نطر مزيان الله اقول يا واش ندي سيري باطل ولا مجوجة ويلي مية درهم بركة في راسكم الله يرزقكم الصبر بركة في روسنا فالك في راسك ملي خرج هاد المصيبة أسيدي الله يمسيك بخير عندك شي شغل سير ليه فالك في راسك أنا كنعرف بحق الفراق ولكن نتوما تبارك الله عليكم صابرين ما عندي ما نساكم ياك صافي كنتو دفنتوه بالليل مزيان حينت إكرام الميت دفنوه وشكون أخويا هذا اللي شتينا دفناه بغيت نتا طلع ليا في الوالدة الوالدة تواصلنا معك الوالدين عمر عزيز صافي صافي فهمت بلاش ما تهزيهم انت غادي نهزيك نيابة نعلم بلا ما تعيط عليهم وتهلا في الوالدة الوالدة هي انا خنز انا خنز لا لا الويسكي الويسكي اللي خنز هي محية فهمتي المحية بالماء وبالكلاصون اما انا ما هادي بنتك هادي ايوا حشومه صاحبي اخر التواخير راجل تزوج بنته دابا الى ولدها اش بغيت يقول لك ولدها
بول بوجدي اخر توا خير. يا هادي اخر توا انا درني قلبي فيا نبكي ولكن ما فيهاش الدموع. احورا تجوج بالبنت بحال هادي، تجوج بها راجل شيباني بحالك، ما زاد شي الزين باقي صغير. سيدي لا عندك شي شغل سير. توماس بخير اجي هدايا مرضي جميل نقول لك اجي هدايا. لا ما يمكنش اخويا سعيد ناري لوبنا هنا. لوبنا جميل انا بخير ناشت ماشت بخير. مالك والو خويا سعيد مالك يكلا باش كدير؟ كاين الصر. خويا الحيب جميل خويا الحيب الحيب وبيحلي الجاج الشرج ما يدخل شويه للباد عرفتي الصهد ويبي لي شي كاس ديال الماء الواجب وحدي هدين نعاود لك اش ترى لي مني ماشي واخا قلت لي ما طاب ندي حليب ما خصك والو شو كاش لي معايا كاين واخا الماء يكون بارد اش فيه لك شرب انت تلطو خلوه شوي بين ويت تلطو بسي الى قلت لكم كنشربوا الماء ما غاديش تسيقوني لا كتشربيه اجي شغل هذا ومرضي هذي مرضي جميلة تشربني ولا نشربها شغلنا هذا كنجيبها بالكم عافاك اختي جميلة ما تمشيش الله يخلي لك وليدك ما تخويش دارك عافاك ثق بيا والله ما فهمتوني الله يرزيني في اللي عزيز عليا حتى ساعد كنحسو بحال خويا شوف هي الاخرى ما كنقدرش نحررها فيه وانتي انتي راك اختي اختي اللي ما ولدتهاش ليا با با وما في خبارك شختي الخطره ما كتغدرش اختها ما غدرتكش غدرتيني ما غدرتكش غدرتيني والله ما غدرتك والله حتى غدرتيني انا شفتك من الجايحه الكحله ودخلتك حتى لداري عطيتك طعامي جلستك في فراشي الحاجه المخيره كنعطيها لك ونخمم لك قبل ما كنخمم من راسي والحاجه قبل ما نلبسها نقول هدايا جميله لا نلبسها لبنه هي الاولى والاخريه غدريني ياك غدريني ياك اختي جميله ياك
كتبدلي عليا. منوش لا رجف الله كان منوش اختي انا عا كنفكرك، ولكن قال لك اللي ضربته يدو ما يبكيش. ما ضربتكش كاين الله داكشي اللي كاين يحكم بيني وبينك. جميله هي جي جميله جميله شان جميله جميله شمالو بني جميل جميل حوايج رديهم لبلايزهم وشرين لالك جميله قول لها انا مصيد ياك وسير تتسحب بعدا في الاول عاد تجي يهضر معايا سير تتسحب سير فيق راسك اوه لبنان والله العظيم الا مصيد صيدوني في الوان الارض المانكا الفلوس داهم داو الارض والفلوس غريزاوني والله الا غريزاوني سكروني دوي دوي في التيسا واللي بغيت تقولو قولو من التيسا ما تقربش حدايا خليني نقر يلا قر قول اش بغيتي قول اش عندك ما تقول سيري انا قول لها انا شتا مشات مقلقه جميله مقلقه سيري انا الله يرضيك يلاه سيري لوبنا سيري ما تقيسنيش ما تمسنيش قول اش بغيتي تقول قول اش بغيتي تقول قولي عليها قولي عليها قولي راه تكرفش على الرجل تكرفش على انت اللي تكرفستي عليا انا ما سمعتش كلام با نهار الاول ملي قال لي بنيتي هذاك السيد ما يصلحش لك قلت له لا هذاك هو اللي كنبغي هذاك هو اللي غنبني معاه حياتي على قدي ونبدا معاه حيت كنبغيه عطيتك رزق امي ورزق با حبيبي ولكن في التالي كطعني في ظهري كتغدرني في قاع داري هذا هو سري انا ياك هذا هو سري السعيد شوف يا ميلا الله يعمر هذا سيري عطي قولي راه رجلك داو لي رزقو وتكرفسو عليه شتا مشات مقلقة ما تقيسنيش ما تمسنيش هادي هي جميلة اللي واقفة قدامك ما تقيسنيش خليني نقر لك تقر ليا يلا قر قولي شنو عندك انا كنسمع لك هي جميلة قول نعم نعم بيزو بيزو غوت جميلة جميلة ايجي ايجي اطلقي اطلقي جميلة اكوك ايجي جميلة لوجه اللي حشم راه مقزدر حرمي بك خالتي بالك راه تحرق ليا غير بالشمس حيت كنطلع نشر ليهم حوايجهم في السطح واش غتغبري ولا غادي نخبر لك الشقاف حتى تغي يشرب الماء درقع ليا زلافتك واش غتغبري عليا ولا غادي نخبر لك العطر ها نحل غير الباب عطيني تيسا شرحها لي وبغيت تسمعوني سيدي باص لوجه اللي عشم راه ما كاينش شوفي مزيان موضوع الطلاق ما تجبدوش غير دابا خلي حتى الصباح ويطلع النهار ويطير منه هو الشراب وداك الوقت انا غنطير منه الدريه هانتي هاني جاي هاد النسوبيه اللي تاخروا بها الناس ماشي بحال هذاك الشمكار لحياته كلها دوزها مقصه في الزاقي وفي آخر المطاف باش كملها وجملها مقصر يا داري خجي مونس عرفتي يا ماما عرفتي ونعاود لك شنو طرا لينا اليوم عرفتي يا شنو تقولي لها عاودي عاودي لخالتي عاودي لعمي يلا هذيك اسمع عاودي يلا ما عندك ما تقولي انا غادي نعاود لكم انا اللي الكمونة بيت فايق ما نعش مفيقاني يجري من هنا قلب هنا شوف هنا البلايك اللي ما عمني مشيت لهم في حياتي في مراكش مشيت لهم هاد الليله هادي وطنوبيلتي تصفرات انا مشات لي الطنوبيل اول مره في حياتي غنركب في الطاكسي اليوم مشات لي الطنوبيل خدت الصباح بلا خدمه ها وهادشي كله على قبل من على قبل الشبكه ديال الخلا خالد الله يهديك اوليدي برد شويه سكتي انت يا بارك الله فيك سكتي انت وياها اللي دايرين هاد المشاكل كلها اجا ولدي اجا
محور انا محور وصافي سعيد خرتيني بالبكحش وما عندك انا اللي عرفت على جيمي وانت كون شتي وحده اخرى في بلاصتي كون شافتك درتي لها ديك الحاله انت وديك مسخوطه الوالدين كارط الخير قجطه سيدكم تخرجوا عينيكم ايه جميل وصافي حبيبي مصافي لا شمو لا شمو ما نحيديش حيدي عليا يدي كون اغرب ديما كنقلق عليا يا سعيد يا مش حيدي دموعي هاي مالك صافي حبيبي بركة ما تبكي شوفي لا كان على الفلوس الله يلعبوهم انا بابا قال لي الا احتجتي شي حاجه حبيبه ديالي عيطي ليا ولا كاخذكي شي غدا الصباح غير تفيق بلوكيها صافي ماشي فلوس ماشي مصاري ماشي انا جميله نبكي الحياة على جنب ديالي قولي علاش كتبكي مالك ايه خلتي نهار باش مشيت انا وياك باش نخطبك عند بوك ضرب فيا وفوق لي انت فقير شنو في حالك ما تستاهلش نعطيك بنتي حين درت ديك الساعه الله بحالها بديت ولد صغير حقرني روحك وراه لا لا ما حقركش حبيبي وصافي نسى نسى ما نساش ما نساش والو خمس ليالي باش انا خدمت وكون عطاك ليا باك وحنا دابا بخير وسلطان تا هو عنده 50 كون هاد الحليب مشى شراه الراس وباع ضحكتيني نوض حبيبي تنعس نوض قبل ما يفيق يفيق يلا يلا جميلة اه ويا ويش انا ويا مالنا هو لا هو لا لا هكا 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 كليل ابا كمان انا من السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله الله يتقبل الحاج اللهم أمين الحاج اللهم يا ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه اللهم يا ربي كما صلت علي هذا الشيء بابا أنا سألك هالعر حبيبي ما تهيش فيه أنا من زوجة فكرة ما دار مسكين والو أوين إلى موتان القلب ها وباقي كدافعي عليه وغسل لك الدماغ وطيحتي الدل على العيالات خالتي راه ما دار والو مسكين كون تسمعوا شنو داز عليه البارح راه تحنوا منه والله اللي بغى لي شي حاجه تجيني انا وحنا وباقي كدافعي عليه وغسل لك الدماغ وطيحتي الدل على العيالات خالتي راه ما دار والو مسكين كون تسمعوا شنو داز عليه البارح راه تحنوا منه والله اللي بغى لي شي حاجه تجيني انا وحنا كنا كنقولوبنا كبروا لك الشعر وملي ما بغيتيش شغلك هذاك يلا يلا وريني ركنا في الحصه انا وبحضرنا غادي تكون موجوده خالتي نوض الحاج عجبني تشاسع بغيت نهضر معاك بلا تمشي واخا عجبني تشاسع الله يرضى عليك صافي بيت نعسو لي غوياك دورمي مو سيرلي متين سير بس Tu veux dormir? Ah oui! Ah! T'es un an! 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 T'es وما كون جات علينا كنت جاتك معايا واحد لا صغاري مخيرة شوف واحد السيكار واحد الكار وعطا شوية واحد البنت عرفتي كميت وانا نترفع اه كون تشوف الريحة كيف دايرة الفن ماشي بحالك انت تفش تفش تواضع شي شوية الله يعفو عليك كيف قلت الله ينجيك من المشتقي لداق سعاد 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 شو يلا ما سير شو إلا بغيتي تمشي سير وإلا بغيتي تمشي وغير سير اختي جميلة محتاجاني وماما هي وعمي غيباتو هنا وحتى أنا غنبات معاهم ايه وانا شنو وانا 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 شوفي غنقولك جوج كلمات شنو يا اما غادي تزيدي قدامي دابا لدارك ولا غتبقي هنا داكوغ داكوغ
الناس مجاو تنحاول باش نجيبو بينا عود الناس. يلا يلا معايا تنسي. انا مزوق فيك. ليلي خاطري يا جميله. خليني نسمع شويه ديال الموسيقى. يجي موسيقى تقد الاعصاب. ولا لا تهبد الاعصاب هادي راه تهيج الاعصاب هادي راه تنوض السواكل. شت عندك بيبي. في الموحلة. صافي صافي واخا اسمعها على هاد الوقت. جميله. هاك انا وياك دابا. هو. هاك. مياو. هاك. مرحبا يا مشموم يا سمل وزلا عيشة والله إلا حشو على هاد الجيران حشو عليهم بلاتي وقف لنا في هاد الليل سنتي هنا بس كنت سكت خليني نسمع لا 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 هنا ما كاين والو وخيلي لي جاي من دار سي سعيد لا واه سي سعيد من اللي سكن في هذه العماره عمرنا ما شفنا فيه مع هذا الخير الله يعمر ليه الدار ايوا بلاتي ياك ما داير عيد الميلاد ولدي عيد الميلاد بغا يديرو في 5 ديال الصباح واش غادي نديرو ليه ندقو عليه ندقو عليه زيدي تبعيني اللي بان لك تبعيني زيدي يا تبارك الله واه حشمنا حشمنا ايوا دق دقه صحيحه السلام عليكم. السلام عليكم. كنت تقلبوا على الكنافد ولا؟ جيراننا. اييه جيران. مرحبا. عمي تفضل. خالتي. مرحبا بكم. تفضلوا. والله إلا حرام عليك السي سعيد ما خليتينا نعس. يا خالتي واش هادي وقيت النهار؟ هادي راه وقيت 12. دخلنا تشربوا شي كاس. كاس؟ اش؟ ديالو تاعي. ديالو. مرحبا تفضلوا. الجيران السلام عليكم وعليكم السلام اسمحوا لينا هذه الجيران امي وهي خالتي خلوا يشربوا شي كاس خلوا يشربوا شي كاس مرحبا بكم تفضلوا غير خليها المره اخرى الا جميله بارك الله فيك راه عندنا بالله وينا والله هذا الدخول هو من حلفتي بالله السي سعيد فاحنا ما غاديش نردوها في وجهك دخلتي مرحبا سيدي سيدي الله يبارك فيك يا واش سعيد مرحبا ملي انت ناشط مع راسك كنتي على العقل اهلا يا عزيز الاخوان علاش البوسه شاف لي صاحبي مرحبا كاين شي مشكل هنا واش انت ما باغيش تهدا ها واش عباد الله الليل كله مقصر بينا فين ما مشينا نلقاوه سيد ناس يلا سيد ناس يا سيدي عندكم شي منتف يا ما المنتف هو انت ها سيد ناس الله يرضي عليك سيد ناس خلينا نشوف هذا الخدمه دخل دخل شوف وجهي كاس زياده شوف السي حنا جينا نخدمو جينا نشربو اتاي كول مدام جميلة اجي نقدمي في البوليس صحابي هذا السي عزيز الشيف هذا السيد اللي تا هو شيف كنعرفهم كنعرفهم اسمع لالا اسيدي
خذي راجلك الله يرضي عليك دخليه نعسيه شربيه القهوه ولا فيقي ولا دي اي حاجه غير زاد النينا من هذا الصداع ديالو الله يرضي عليك راه العماره كلها كتشكى راه ما خلى حتى حد ينعس سير يلا سير تنعس دريس ترجلي ترجلي صافي اسمعني نقول لك والله العلي العظيم وما تنعس وتسكت ليها وتسد عليا داك الفم يا حتى ديك غادي فيه تربى وتعرف رجال يلا سير تنعس ما تلقناش ظريفين وطلعنا فوق راسنا صافي صافي يا عشاء السلام عليكم الله يحمدكم سمحوا لنا والله يصبر لكم على هذا بنادم هذا انا سيت العس سمح لي سي دريس سمح لي سي دريس انا ماما جايه بسم الله عليك يا ماما بسم الله على الحبيب ديالي الله ماما حبيبتي فقتي ليا ماما ها ماما نرسو ها ماما 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 هاني جايه ماما هاني جايه ماما هاني جايه سعيد 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 نوض حبيبي نوض نوض حبيبي يا زيد طلعت له السخانه مريض نوض حبيبي جيب له الدواء السلطان ديالي مريض ها يا زيد